لو انت ما بتنامش كويس بيقولوا ان انت ممكن تبقى عندك مشاكل او في خطر حقيقي، لكن لو لاعب كمان وبتاكل كويس وبتلعب كويس بس تاني نومك قليل، يبقى هنا بقى كل اللي انت بتعمله ده مش هجيب اي نتيجة. الفكرة هنا كلها، ويمكن ممكن يمكن ممكن مش مشكلة يمشي الحال قدام الحلوة ومش وحشة not bad not bad. يمكن نقدر نتكلم مع دكتور هاني ابو النجا في النقطة دي في الفقرة، قصة بقى ازاي قلة النوم ممكن تأثر على الصحة، وازاي في أغذية معينة ممكن ان هي تؤدي لكسل، وازاي في أغذية ممكن تخلي فيه نشاط علشان يقدر الانسان يكون نشيط طول او طول فترات اللي هو صحي فيها. خلينا نروح نتابع الفيديو جراف ده ونرجع نكمل.